مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النبات، نبات الزينة ونبات البري. عندنا اليوم نبات الزينة الأقاف الأمريكي أو الصبار الأمريكي، له عدة أنواع من الأشجار أو الشتلات الملونة وأيضا الخضراء. عندنا اليوم أقاف ملون الأوراق، هو نوع من النباتات يتبع جنس الأقاف من فصيلة الهيلونية ويستوطن المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيو مكسيكو واريزونا وتكساس، وحاليا يزرع عالميا كنبات للزينة ويستوطن مناطق عديدة لم يكن فيها كالهند الغربية وأجزاء من أمريكا الجنوبية وجنوب الحوض البحر الأبيض المتوسط وأجزاء من أفريقيا والهند والصين وتايلاند وأستراليا والمملكة العربية السعودية. طبعا منتشر كنبات زينة السمية، يعتبر النبات بكمله وخاصة العصير أقل سمية. المكونات الرئيسية النشط الصابونين، وحاول من الضروري الزيت، حمض الأكساليك، تأثيرات الجلد والأغشية المخاطية. يمكن العصير أن يسبب تهيجا شديدا في الجلد والتهاب المنتحمة. الزراعة، تزرع كنبات زينة في جميع أنحاء العالم، وأيضا في فيديو خاص بنبات الأقاف بشكل الأخضر أيضا متوفر على القناة. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.